أهلا بيكم. النهاردة الدرس رقم 40 من دروس تعلم اللغة الإنجليزية، وهنتكلم فيه عن كلمات أستغنى بيها عن استخدام كلمة very. يعني مش لازم دايما نقول very clever، very messy. أوكي، فمش لازم دايما أقول very، لأن very هنا أنت عاوز بتدي الصفة قوة، يعني بتدي الكلمة قوة. فعندنا كلمات قوية جدا هي بتعادل very. فهنشوف مع بعض بعض الكلمات اللي هي تخليني أستغنى تماما عن كلمة very. Hello and welcome. Today is lesson 40 and I'm going to talk about some words in a state of very. So let's start. زي ما احنا شايفين قدامنا words in state of very. أول كلمة very messy. طبعا الرمز ده يا جماعة اللي بالأحمر ده اللي هو الترانسكريبشن. يعني ايه ترانسكريبشن؟ اللي هو الرمز الصوتي. ده طبعا انتوا بتلاقوه في الديكشنري English Dictionary، بيبقى جايب دايما ايه الرمز الصوتي. Very messy. هنا very messy يعني ايه very messy؟ معناها مكان فوضى، مكان مش نظيف. فبدل ما اقول very messy فانا اقول ايه؟ slovenly. اوكي، slovenly. slovenly معناها مكان مهمل تماما، في قمة الإهمال وقمة القذارة. أوكي، يبقى بدل ما أقول very messy أقول إيه؟ slovenly. slovenly. أوكي، الكلمة اللي بعد كده very often. very often معناها بيحدث شيء، يحدث إيه؟ بطريقة متكررة يعني، ومعناها غالبا. very often. فهو often ممكن اقول often، بس very often معناها بيحدث بطريقه متكرره. طب بدل ما اقول very often انا عندي frequently. اوكي، frequently معناها في كثير من الاحيان او بطريقه متكرره جدا. يبقى بدل ما اقول very often، ما very often بطريقه متكرره، طب اقول ايه؟ frequently. اوكي، frequently. frequently زي ما قلنا اللي بالاحمر ده اللي هو بنسميه بالانجلش ترانسكريبشن، اللي هو الرمز الصوتي. طيب عندي كلمه very old. عندي very old. طب بدل ما اقول very old عندي كلمه ancient. ancient معناها قديم او عتيق. ancient معناها قديم أو عتيق. عندي very perfect. very perfect معناها متقن جدا. طب من عندي flawless. عندي flawless معناها بلا عيب أو بلا شائبة. يبقى very بدل ما أقول very perfect، طب من عندي flawless. اوكي، يبقى انا استغنيت عن very. flawless معناها بلا عيب او بلا شائبه. flawless. بعد كده very powerful. طبعا very powerful معناها قوي جدا. very powerful. طب ما انا عندي crippling. crippling. crippling معناها قوي او جبار او قهري. crippling بدل ما اقول very powerful شيء قوي جدا، very powerful اقول ايه؟ crippling. اوكي، crippling. very rainy. very rainy مطر شديد. very rainy. طب من عندي pouring. طبعا هنا pouring معناه سيول. pouring. very scared شيء مرعب جدا. very scared. اوكي، طب بدل ما اقول very scared انا عندي ايه؟ petrified. عندي كلمه
بيتريفايد معناها مرعوب، بيتريفايد دي معناها في غاية الرعب، في غاية الرعب. يبقى بدل very scared أنا عندي إيه؟ عندي petrified. Very serious، بدل ما أقول very serious شيء خطير جدا أنا عندي كلمة grave. طبعا هي grave هنا بمعنى، على فكرة برضو لها معنى بمعنى مقبرة، بمعنى مقبرة، وكناون بمعنى مقبرة، بس adjective بقى معناها شيء في غاية الخطورة. Adjective معناها شيء في غاية الخطورة، يعني grave بتعادل very serious. اوكي، grave هنا بتعادل very serious. عندي very shiny، طبعا shiny معناها ساطع او متلألئ، بدل برضو ما اقول very shiny، طب ما انا عندي gleaming، عندي كلمة gleaming. gleaming معناها لامع أو في غاية اللمعان، في غاية التلألؤ. عندي very shy، very shy معناها خجول جدا أو بيتكسف جدا، بدل ما أقول برضو very shy، طب ما أنا عندي كلمة timid. timid معناها خجول أو في غاية الخجل. أوكي، يبقى بدل ما أقول very shy أقول إيه؟ timid. timid معناها في غاية الخجل أو خجول بدرجة كبيرة. This is all for today. Thank you very much for watching and see you soon. Goodbye.